السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده جميل جدا، مجمع لك فيه مواقع الذكاء الاصطناعي، وتقدر تعمل سيرش على كلمة معينة. يعني انا قلت له مثلا عايز الحاجات المعماري، فجاب لي المواقع ديت بالشكل دوت. ممكن تجرب اي كلمة تانية، ممكن تقول له انا عايز المواقع اللي بتعتمد على البرومت، فجاب لي مواقع كتيرة بالشكل دوت. ممكن مثلا انت عايز حاجة خاصة مثلا ب انت مثلا يكون شغلك مهمة في الترخيص، فممكن تقول عايز حاجة في ترخيص، حاجة خاصة بالارت، تمام، وشيل الاثنين التانيين عشان ايه يركز لك على الارت مثلا. تمام، يبدأ يفلتر لك الحاجات. وممكن تقول له انا عايز مثلا المواقع اللي فيها سوشيال او المواقع السيرش، بيبدأ يديك فلاتر معينة بحيث ان انت تختار الموقع اللي انت عايزه. ممكن تقول له انا عايز الموقع اللي هو مجاني من غير فلوس خالص بالشكل دوت، او رتبهم لي بريكومندد، ودي افضل حاجه. تمام، عربي اي اي الكلام عن الموقع ده قبل كده، وموقع جميل يعني، وهكذا. فبسهوله تقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها ومقسمهم لك هو. ولو عملت حساب بيكون الموضوع افضل، لان هو بيبعت لك ايميلات بافضل الموقع اللي اضيفك، وبيبقى فيه ممكن تعمل سبميت تبعت له افضل المواقع اللي انت شايفها بحيث ان هو يضيفها عندك.